فادي وانا عن هالموضوع كثير. بقول عم انه تحكوا لو بصوت نحن عالي لهيك بنفهم موضوع؟ تحكوا بهالمواضيع بصوت عالي مع بعض؟ اكيد. يعني انا بقول دائما انه لما نصير نفهم مزبوط معنى الحريه بكل علاقه ببطل في طلاق اصلا. حلو. يعني انا لما اثنين بحبوا بعضهم كثير وبيتزوجوا، مش معناتها انا اشتريته وهو اشتراني، مش معناتها نحن ملكنا بعض، نحن اخترنا بعض بس ما ملكنا بعض. لما بيكون في هالتفكير بين اثنين بعتقد انه اصلا بتصير كلمه طلاق مش موجوده. يعني يعني حتى بين الام وابنها، يعني مش لازم الام تقول ابني لإلي، بتقول ابني يسلم لي، بتقول ابني الله يعطيه ايام حلوه، الله يسعده، اولادكم ليسوا لكم. ف صحيح. يعني انت بكل بتملكي شيء بالحب؟ هيك بكل شيء. لا لا، بتغاري؟ مين بيغار اكثر؟ انت بتغاري على دكتور هاشم ولا هو بيغار اكثر عليك؟ انت بتغاري اكثر. لا انت بتغار اكثر. بتغاري؟ لا هلا ايه بغار بغار. هو بيغار قدك؟ مش قدي. بيصورك او ويت مثلا اذا اجوا فانز بحفله هيك مراهقين واطفال ويعني واسر بيصورك؟ بيصورك اكيد بيصورني. اوقات بيطلبوا منه هيك، اوقات انه نتلاقى كثير هيك بناس بيجوا بيقولوا لي انه فينا نتصور معك. هو انه فادي دغري بقول لهم خليني اصوركم. هات لاصوركم. بتحطي انت حدود لغيرته لفادي؟ ما في. يعني نحن عايشين بسلام. يعني ليش بدك تشارعنا مع بعضنا الليله؟ لا لا يا عمي لا، خليكم بسلام وخليكم. لا بالعكس، يعني ما في هالاشياء انا وياه ابدا. يعني مثل ما قلت لك، يعني عنده كثير اشياء يفكر فيها اهم من انه سخفت الغيره. يعني اكيد بنتين بحبوا بعض، اكيد في غيره حلوه، في غيره يعني في غيره هيك لحدود معينه، مش انا بحطها ولا هو بحطها، هي محطوطه. بس يعني بس الغيره مش بنعرف. نعم. بنعرف يعني انه بنعرف كيف وليش وايمتى نغار. اكيد. بس اسمحي لي اذا 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 بتوافقيني، الغيره انا برايي منا سخيفه، لانه اوقات بتكون هدامه يعني تخرب بيوت. ما عم اقول لك هو منه ولا انا من هالنوع اللي متملكين. هلا كنت عم اقول لك انه هالموضوع يعني نحن فاهمين كثير كثير منيح انه نحن اخترنا بعض لحتى نكون مع بعض، لحتى نعيش مع بعض، لحتى نكون سوا. نحن في مثل بالارمني، اذا بدك تتمني شيء حلو للكابل للمزوجين الجديد بنقول نوين بارتين برات زيرانك، يعني ان شاء الله بتشيخوا على نفس المخده، على نفس الوساده، بتخطروا يعني سوا على نفس المخده. بقى ان شاء الله بالارمني رح اقول لك نوين بارتين برات زيرانك انت ودكتور فادي. اذا شادي عم بيسمعني، شادي بليز نسيت الميكروفون بالديكور هونيك لو سمحت. شادي فينا نجيب الميكروفون لو سمحت. اذا هالقد وصفك لدكتور فادي هاشم بدك تغني لي شيخ الشباب، لكن هذه الغنية الجديدة خليني أقولها كرمال ما تقولي لا ما تقول، غنية جديدة لنانسي عجرم اسمها شيخ الشباب. ما عندي سميتها على ذوقك، بركي أنا ما بدي أسميها شيخ الشباب. أنت ليه أنت هي كاتشي أكثر يعني هيك شيخ. شكراً. أنا بقول أنت المايسترو على طول بحلقاتك. أنت بتسمينا مايسترو ومايسترا، بس المايسترو الحقيقي بالحلقات كلها هو نشاني. شو واثق من حاله وشو قلبه قوي، وقلبي من جماله دايب مستوي. كانت قصة أعجاب صارت حب وعذاب، تاري شيخ الشباب حبه بيكوي كوي. حلو كتير، بس بدي أطلب منكم لو سمحتوا نخفض صوت الموسيقى، لانه صوت الموسيقى مع الفنان صوت الفنان هيك بلكي في موسيقى خفيفه كثير، موسيقى خفيفه. خليني اقول انه هذه الاغنيه من الحان سليم سلامه ومن كلمات فارس اسكندر، والتوزيع لمين رح ولا كمان بعد ما فكرت بعد ما فكرتوا فكرت. اوكي ما في موسيقى ابدا على الهواء، بدي اسمعها بعد مره. اعملي معروف عن جد؟ ايه لو سمحتي بدي احفظها للناس الليله. بدي اقول انه هيدي الغنيه طلعت من هون من المايسترو لا مايسترا نانسي عجرم.
شو واثق من حاله شو قلبه قوي وقلبي من جماله دايب مستوي كانت قصة أعجاب صارت حب وعزا تاري شيخ الشباب حب بيقوي قوي وكانت قصة أعجاب صارت حب وعزا تاري شيخ الشباب حب بيقوي قوي. شيخ الشباب، شيخ الشباب كمان مره بدي اقولها، شيخ الشباب اكسكلوزيف نانسي عجرم، شيخ الشباب هيدا التعبير لينزل الغنيه ما حدا يسرقها لو سمحتوا، شيخ الشباب اكسكلوزيف نانسي عجرم بقوله معروف، وفان كلاب تبع نانسي حطوها يوتيوب. انا عم اقول شيخ الشباب حطوها يوتيوب انه شيخ الشباب لنانسي عجرم. اسمعوا الكلمه نانسي، عندك الحس القوي بعدك هيك انت وشيشي لمارة انه بتقولوا بتصيدوا الغنيه مثل اخواننا الكويتيين بيقولوا تصيدونها، يعني بتعرفوا وين الغنية الهيت؟ الحمد لله لحديت هلا ان احنا يعني على طول من زيت زيت الاشياء وعلى طول بيزبطوا. سيمو اسمر لما سالته قلت له مين في مدير اعمال بالعالم العربي سمي لي مدير اعمال ناجح، قال لي في جيجي لمارة. هيك قال سيمو اسمر. سيمو عطول بيحكي بأصله. يعني انت شو بتضيفي على سيمو أسمر بما يختص بجيجي لمارة؟ انا يعني بقول دايما انه جيجي شخص واحد بيغني عن اشخاص كتير، المؤسسة يعني مؤسسة بكاملها جيجي لمارة، اكيب يعني هيك كبير، اكيب عمل كبير. نعم جيجي بيمثله لحاله. نانسي بما يختص بالعواصف رح احكي عن جيجي لمارة لانه بفقره النار بحيي لجيجي، بدي اقول لك انه العواصف اللي فكرت فيها الريح كان في نوعين من الريح، اذا بدك ريح قويه بعدين ريح اقوى ببدايه حياتك الفنيه. اقوى عاصفه كانت اي غنيه لك؟ اخصمك. بدي اسمع، بدي اسمع لك بعدين شو الغنيه الاقوى من اخصمك بحياتك الفنيه. نحن عم نغني يعني بتاخذ انت بريك؟ ايه انا باخذ، لا ما باخذ بريك، بسمعوا الناس كمان يعني اشتقوا لك الناس. ده انت حبيبي ومنيا اللي دوبني وانت اللي بعده عن هوايا بيتعبني اخصمك اسيبك لا وجوه الروح هتفضل حبيبي اللي انا بهواه بحبك وفرقك لا ملكني هواك ولا اقدر حبيبي في يوم انسى. بعد الفصل بدي اطلب، في بعد الفصل في عنا فقرة النار صح؟ فيني اخذ بعد دقيقة باسم ولا لا؟ بقي العاصفة الثانية بحياتك. الباسم دغري قال لي ايه، العاصفة الثانية بحياتك الفنية كانت أقوى من خصمك أنا برأيي ما بعرف إذا بتوافقيني، كانت غنية قهوة نص. يعني بتذكر إنه المانشيت الله يرحمه هي أنا حياتي بالعواصف. سوري أنا عم بحكي حدا الميكرو. هي يعني حياتي كانت هيك مثل قعدات مهرجان. أوطى أعلى 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 نم. مثل المدرج هيك. مثل المدرج. قهوة نص كانت كتير قوية لأنه حتى الله يرحمه الرئيس رفيق الحريري يعني إنه بتعرفي هيدي السلوغان تبعه نص أخذت كتير وإعلانات يعني عم نعمل تطلب منك بعد لليوم أخصمك أو قهوة نص صح؟ بغنيهم أكيد بغنيهم. فيني أسمعها ونطلع بريك؟ بسمع نانسي ونطلع بريك. نسمع قهوة. لا يعني أو نص ونطلع بريك، أو نص ونطلع بريك، أو نص حدا يقول له شيء توني بعد البريك تصرف، أو نص قبل البريك. لا لا قبل البريك. حبيبي قرب زعلان ازعل لحسن حبعد أبعد أهو نص وهتبقى انت اكيد خسران مفيش حاجه تيجي كده ايه ده حبيبي كده وارجع زي زمان يا ابني اسمعني هتدلعني
تاخد عيني كمان. بعد الفاصل رح نكون مع اطلالتك ببرنامج اوبرا. فكرتك نسيت اسمي. شو قولي لي؟ فكرتك نسيت اسمي. بعد الفاصل رح نكون بفقره النار، اطلالتك مع اوبرا وينفري، هاللط الكبير يلي صار قبل بث الحلقه. رح نحكي عن الاغنيات الموجودة اليوم على الساحة يلي انت بهالفترة يلي ما بعد الولادة عم تسمعيها، شو اللي حابي، شو اللي عم تسمعيها أكثر شيء. رح نحكي عن الزواج المدني يعني ورأيك انت بالزواج المدني، رح نحكي عن إعلانات نانسي عجرم، رح نحكي عن ثروة نانسي عجرم. شو ثروة